السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinite Gaming، واليوم رجعت لكم في فيديو جديد يا جماعة، وهو فيديو غير عن باقي الفيديوهات. ليش؟ اسألني ليش؟ لأن اليوم راح أخبرك بأفضل نقاط راح تحتاجها لصنع محتوى وفيديوهات لليوتيوب بأرخص المعدات. طبعا إلى الآن أنا ما شفت عزيزي المشاهد أي حماس فيك، فرقان اضغط لايك، otherwise ابى اكمل. طبعا انت تفكر ان هذا صوره، ما صوره طابقه، هذا ما زال انا انتظر انك تضغط لايك. طيب يا جماعه، بالنسبه لاربع نقاط اللي راح اذكرها اليوم، وهو النقاط الاساسيه لكيفيه صنع فيديوهات بارخص المعدات، وهو الكاميرا. طبعا الكل يتمنى انه يكون عنده كاميرا رخيصه وتقدر انك انت تبدأ تصور فيه في اليوتيوب، ولكن خلونا نعرف وش هو افضل انواع الكاميرات اللي ممكن تاخذها في السوق. طبعا بالنسبة للكاميرات اللي راح انصحك فيه عزيز المشاهد هو كاميرتين. خلنا نقول بالنسبة للكاميرات اللي راح اقترح لك، هو الكاميرا الاولانية من فئة السوني 6100، اللي هو او ما يسمى A6100، وعندك كذلك من شركة كانون 2500 دي. طبعا هذا افضل كاميرات ممكن تاخذها من ناحية خلنا نقول مبتدئ حاب انك انت تصنع محتوى، او خلنا نقول ليش ما تستخدم تليفونك اذا انت عندك تليفون. طبعا الكل عنده تليفونات من نوع اللي خلنا نقول هاي اندد يعني، ولكن ما يمنع ان في البعض ما عنده. فعلى سبيل المثال خليني انا لو اصور كاميرا الهاتف، طبعا بصور لكم فول اتش دي، هذا عدسة فول اتش دي 60 اطار، شفتوا كيف الموفمنت ممتاز. خلونا نرجع الى الكاميرا الاساسية، هذا التصوير اللي سويته انا من كاميرا عادية، كاميرا الهاتف. فأنت ممكن تبدأ كذلك من كاميرات الهواتف. بالنسبة للإعدادات اللي تحتاجه وقت ما أنت تصور، مثلا الحين في الوقت الحالي مثل ما أنت تشوف الإعداد اللي أنا مخلينا 25 فريم، ولكن 25 راح تضربه في 2 علشان يعطيك الشتر سبيد، بيو معناته أنت عندك الحين 50 الشتر سبيد. هذا أفضل اعداد تقدر تسويه بالنسبة للتصوير السينمائي اللي انا جالس اصوره في الوقت الحالي، هذا افضل اعداد ممكن تسويه بالنسبة للتصوير في الوقت الحالي لليوتيوب. اما بالنسبة للعدسات، العدسات اللي تحتاجها كمبتدئ على حسب، اذا انت تستخدم كانون اللي هو مثلا 2500 دي، راح تستخدم عدسة 35 مثل ما انا جالس اصور الحين للبورتريت. الحين انت جاي تشوفني عن طريق البورتريت، ولكن اذا انت باغي انك انت تصور على عدسة واسعة فتستخدم 18. وبالنسبة لعدسة 35 انا انصحك تستخدم شركة يونغنو 35، اللي راح يتراوح سعره ما بين 80 الى 100 US دولار. اما بالنسبة لعدسة الثانية اللي هو من شركة كانون، اللي هو نحن نسميه 11-16، فهذا العدسة جدا ممتازة بالنسبة للأشياء اللي راح تصورها، يعني الصور العريضة. وطبعا سعر سعر ال 11-16 يتراوح تقريبا إلى 200 US دولار، ولكن هذا فقط للأشياء اللي حاب أنت تصورها في الصور العريضة. أما بالنسبة لل 35 من شركة يونغنو، هو أفضل عدسة بالنسبة لي كمبتدئ لما بديت تصوير اليوتيوب استخدمته، وراح انصحك انك انت تستخدمه كذلك، لانه جدا خفيف وجدا ممتاز، وراح تشله في كل مكان، وراح يعطيك التصوير البورتريت اللي انت تشوفه الحين، يعطيك فقط هذا الوجه الحسن اللي انت جالس تشوفه الحين. بالنسبة للنقطة الثانية اللي حاب اتكلم عنها، هو نقطة اللايتنج. طبعا الكل يعرف انه اللايت او الاضاءة جدا مهمة. ليش؟ انت عزيزي ما تلاحظ انه اي بنت في العالم لما حاب تصور في مكان فيه اضاءة، او تفتح شباك علشان يدخل فيه الاضاءة، هو هذا الفكرة،
الإضاءة يا جماعة يلعب دور كبير. حتى لو كان عندك كاميرا بمليون $1,000,000 ما راح يفيدك. ليش؟ لأنه الإضاءة عندك ما هو كويسة. يعني بمعناته أنت الحين عندك كاميرا غالية صح؟ بس ما عندك الإضاءة الكافية. أو خلنا نقول أبسط لك أكثر، عندك كاميرا حلوة بس ما تعرف كيف ضبطها. بالنسبة للإضاءة يا جماعة هو أهم عنصر في التصوير على فكرة. يعني أنا أول كنت أصور بالهاتف أو بالتليفون خلنا نقول، ولكن عندي إضاءة ممتازة فكان يعطيني تصوير حلو. حتى في بعضهم يسألون وش نوع الكاميرات اللي كنت، ولكن الإضاءة عندك الحين تمام وعندك كاميرا ممتازة راح تصور تصوير خرافي. الكل يفكر انه انت عندك مثلا كاميرا غالية، بينما هو الكاميرا رخيص. انت تستخدم كانون 2500D مع إضاءة ممتازة راح تحصل على أفضل تصوير. التصوير اللي انتو تشوفوه في الوقت الحالي هو الإضاءة اللي انا استخدمه الحين سوفت بوكس. طبعا سوفت بوكس اللي الحين انا جالس استخدمه قوة إضاءته 5600K المصطلح اللي يستخدمه. وطبعا هذا الشيء لازم انت تضبطه مع الكاميرا. لما تدخل في السيتنج يا جماعة بتحصل خانة الوايت بالانس، هذا الوايت بالانس لازم تخليه على 5600 مع قوة الإضاءة اللي انت عندك، وراح تحصل على أفضل صورة وأفضل فيديو مثل ما انت شايفني الوقت الحالي. يا أخي حسن اليوم ليو. خلوني احدثكم بهم ثلاث نقاط بالنسبة لللايتنج يا جماعة. طبعا هذا السوفت بوكس اللي انا مركبنا في الوقت الحالي مخلينا في زاوية 40 علشان يعطيني تقريبا الوجه، ولكن نوعا ما في هذا الخلفية تطلع ظلام واللي هو سينيماتيك، يعني او خلنا نقول كيف تصوير السينما اللي يسويه. هذا النقطة الاولانية بالنسبة للسوفت بوكس انك انت تخليه في الدرجة 40. ترى حتى وضعية الليتات يا جماعة والله صدقوني تستفيد. وضعية الليت نفسه لما تخليه في زاوية 40 تطلع بهذا الشكل. كيف المقصود بهذا الشكل؟ ما من حالات وجهي يعني، ولكن إضاءة تمام في هذا الصوب ولكن ظلمة في هذا المكان. طبعا في طريقة ثانية، هذا يسمى الكي لايت. الكي لايت معناته هو الليت الرئيسي اللي ممكن انك انت تستفيد منه علشان تبدأ بالفيديوهات. وبعدين يجي عندك الفيل لايت. الفيل لايت انت عادة تخليه في زاوية 80 يكون في الطرف الثاني علشان يغطي لك هذا الوجه، وبعدين بتطلع كذا جميل كأنك يعني بسم الله ما شاء الله طالع من الوكالة. اما بالنسبة للإضاءة الثالثة يا جماعة وهو الإضاءة اللي هنا مال شعر، يعني يكون فوقك. بيوم معناته اشرح لك، واحد بيكون هنا وواحد بيكون هنا وواحد بيكون هنا فوق، فهمتوا كيف؟ فهذا ثلاثة أشياء. أما بالنسبة للليت اللي وراي اللي تشوفوه الحين باللون الأحمر، هذا يسمى الأكسنت لايت. أكسنت لايت ما معناته أكسنت اللي هو هيونداي وكذا أكسنت، لا ما هو الأكسنت اللي أنت تتوقع، وإنما أكسنت اللي هو الليت الأحمر اللي موجود وراي. طبعا هذا الليت مش مهم كثير، ولكن إذا أنت حاب تخلي فيديو مالك جدا يعني خلنا نقول جدا بروفيشنال بسعر رخيص، فانك انت تسوي بهذا الطريقة ويعطي للفيديو منظر جميل. طيب يا جماعة كل هذاك التصوير اللي كنت اسويه كان فقط شغال عندي الكي لايت، الحين راح اشغلكم الكي لايت مع الفيل لايت. خليني اراويكم ايش الفرق. لا تفكرني انا سويت كذا واشتغل ليت، لا صبعي شغال تحت. طيب يا جماعة الحين مثل ما انتم شايفين عندي الكي لايت وعندي الفيل لايت. طبعا الحين صار وجهي كامل جميل وبشوش مثل ما انتم شايفين، نورا على نور. ليش؟ لان الحين هذا جالس يغطي المنطقة اللي انا راويتكم من شوية لما كان هذا المنطقة ظلام، وهذا المنطقة اللي زاوية 40 من بعد ما كان يصور. طبعا انا ما حطيت الباك لايت اللي هو يعطيني الشعر، لانه شعري جميل اوريدي من اول ما شاء الله. فعادة اذا انت تحتاج انك انت تشغل الباك لايت فهذا راح يكون فقط للشعر، انت ما تحتاجه. الحين في الوقت الحالي فقط انا راح استخدم اللي هو الفيل لايت، ومن ثم راح اسكره وصار الحين عندي الكي لايت وهو طبعا الليت الاساسي اللي راح يعطيك
هذا الصورة اللي انت تشوفها الوقت الحالي في زاوية 40، ومن ثم هنا شوية نوعا ما يطلع لك ظلمات. طيب يا جماعة، بالنسبة للنقطة الثالثة وهو نقطة مهمة جدا جدا جدا، تعورت زين يا جماعة، ألا وهو الميكروفون. هذا الصوت اللي انتم تشوفوه الحين، صوت الجميل الرقيق جاي من هذا المكان اللي يسموه ليفالير. هذا النوع ليفالير اللي ممكن انت تركبه وجدا رخيص، ممكن تشتريه في الرابط اللي راح اخلكم اياه تحت. طبعا هذا من افضل انواع المايك اللي ممكن تاخذه. ليش؟ لان هذا حتى لو لفيت كذا لفيت كذا سويت كذا سويت كذا الصوت راح يظل نفسه. اما بالنسبة للمايكات الثانية اللي نفس هذا، طبعا هذا من نوع الكوندنسر، وكذلك يستخدمه للستريم والبرودكاست. طبعا جدا ممتاز مثل ما انتم شايفينه، هذا للكوندنسرات. اما بالنسبة للشوتجن، شفتوا هذا الوحش؟ طبعا هذا الديد كات. الديد كات هذا اللي انتم شايفينه، الفرو الجميل. طبعا هذا فقط ملبسينه فوق هذا. اما هذا من نوع الشوتجن مثل ما انتم شايفينه. هذا وش فائدته؟ هذا فائدته في نفس الحين، الحين انا جالس قدام كاميرا. طبعا ممكن انك انت تركب هذا كذا فوق وتوصل هذا الواير كذا تحت في الكاميرا ويركب. هذا فائدته انه انت لما تتكلم، وانت تتكلم هذا الشوتجن مرة كذا فمك، يعني انت صوتك يروح كذا وهو يجي كذا، فيكون فيس تو فيس. هذا جدا ممتاز، ولكن الايجابيات انه انت مثلا لو كنت مركبن على كاميرا راح تحصل على افضل صوت تقريبا. والسلبيات انه انت مثلا جالس تتكلم الحين، مثل ما نفترض ان هذا الشوتجن كذا وانا جالس اتكلم، اذا صوتك ما فيس تو فيس كذا يعني مثلا وانا جالس اتكلم الحين، فالصوت يروح كذا، فهمتوا كيف؟ فيصير شوشرة ويصير صوت بعيد، يعني مش ممتاز. بينما الليفالير هذا اللي لابسنا الحين جدا ممتاز، لأنه حتى لو تحركت فوق تحت يمين يسار راح يمسك معاك، لأنه مثل ما شايفينه موجود تحت فمك. فهذا ممتاز فقط للأمور الفلوغ، إذا أنت من نوع الفلوغ كذا تصور مع فوش، هذا جدا ممتاز لأنه راح يعطيك صوت جدا نقي، لأنه على طول يصوب على الصوت، أو خلنا نقول جهة الصوت اللي بتطلع واللي يصدر منه. طيب يا جماعة، بالنسبة للنقطة الرابعة اللي راح نتكلم عنه هو تعديل بالنسبة للبرامج اللي راح تستخدمه أنت وقت ما تسوي فيه تعديل والمونتاج. برنامج اللي راح تحصل عليه بالنسبة للهواتف الذكية هو برنامج فيلمورا جو، لأنه فيلمورا جو للأجهزة، وإنما فيلمورا 9 راح تحصل عليه للبيسيات. طبعا انت اذا حاب تشتري لازم تدفع له، اما في المورجو تحصله في الهواتف الاندرويد والايفون. جدا ممتاز، جدا بسيط، راح يعطيك الاشياء اللي انت تحتاجها. بينما البرنامج التعديل اللي راح تستخدمه في البي سي وهو ديفينشي ريزولف، وهو برنامج جدا ممتاز وكذلك رخيص، ممكن تحصل عليه من البي سي تنزله بكل سهولة، واكسس كثير ممكن تحصل، يعني يعطيك قابليه انك انت تعدل ومنتج وتطلع اللي انت تبغاه بالضبط. طبعا هذا اهم برنامجين ممكن تحصل عليه، والبرامج الرخيصه اللي ممكن تنزلها كونك انت يوتيوبر او صانع محتوى مبتدئ. طيب يا جماعه، وصلنا لنهايه الفيديو لهذا المقطع اليوم، اتمنى انه اعجبك. اضغط لايك وشير وسبسكرايب لكل الناس اللي حابين يبدوا مشروع يوتيوب او مشروع صنع محتوى. الى ان نلتقي في فيديوهات ثانيه، سلام.